الخبر عن بطل العالم في الشطرنج الروسي الفرنسي اسكندر أليخين يلاعب 28 لاعب دفعة واحدة. الخبر منشور في مجلة اللطائف المصورة، وهي مجلة مصرية منوعة من أوائل المجلات المصورة في مصر والعالم العربي. تأسست عام 1915 على يد اسكندر مكاريوس، الحقيقة ما في معلومات كافية عنه مع الأسف للمؤسس. العدد يلي عم نشوفه هو العدد الصادر في 23 شباط عام 1925، والتقرير يتحدث عن حدث في حياة بطل العالم أليخين الروسي الفرنسي. أول بطولة للشطرنج كانت أو أقيمت في العام 1886، وأليخين يلي هو موضوع الحدث في هذا المقال ورابع بطل عالم للعبة الشطرنج، وحصل على اللقب في العام 1927.